ازيكم يا اجمل الناس، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم عن موضوع النجاح. يعتبر ده يعني الجزء التاني اللي هنتكلم فيه عن فكرة النجاح، وان ازاي ان احنا نحقق اهدافنا، او ازاي التطوير الذاتي، او ان احنا نحسن من جودة حياتنا، او ان احنا نحسن من شخصيتنا. طبعا انا اتكلمت في الفيديو اللي قبل كده عن النجاح، وعن ازاي ان احنا نسعى ورا اهدافنا وان احنا نحققها وكده. في الفيديو ده برضو هتكلم عن بعض الحاجات كده اللي هي الاساسية اللي لازم نعملها علشان نوصل لاهدافنا. مبدئيا كده قبل اي حاجة، يعني فكرة التغيير او فكرة التطوير او فكرة الانسان لما بيعوز يطور من حاجة في نفسه، مفيش حاجة في الدنيا هتتغير الا لو الانسان غير من نفسه. فيعني مفيش حاجة ممكن تتغير في حياة الانسان الا لو هو من نفسه غير من نفسه. يعني زي ما ربنا بيقول كده في القرآن: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالفكرة كلها في ان احنا لازم نبدأ احنا من جوانا، نبقى احنا اللي عايزين نتغير، نبقى نسعى ان احنا نتغير، ان احنا نحاول ان احنا نبتدي فكرة التغيير، نشوف ايه الحاجات اللي احنا عايزين نغيرها في حياتنا، ايه الحاجة اللي احنا عايزين نطور فيها من نفسنا، ايه الاهداف او ايه الحاجات اللي احنا نحدد الاهداف، نشوف ايه الحاجة اللي احنا نفسنا ننجح فيها، ايه الحاجات اللي احنا عايزين نتخلص منها في حياتنا. او مبدئيا فكرة النجاح هتحتاج مننا يعني حاجتين، دي حاجة حاجتين اساسيين لازم علشان خاطر يتحقق. الحاجتين دول حاجتين مهمين جدا. اول حاجة هنشيل اي حاجة بتعطلنا في طريقنا، اي حاجة بتعطلنا ايا كانت بقى، يعني مثلا ناس محبطين او ناس بيحبطوك او يعني طول الوقت بيقولوا لك كلام سلبي وبيخليك مثلا يعني انت ما تحققش اهدافك او انت ما تحققيش اهدافك. طول الوقت بيحسسوك مثلا انت لا مش هتحققي اهدافك دي، او انت مش هتقدري تنجزي اي حاجة في مهامك. طبعا فكرة ايه تاني؟ نشوف ايه الوقت اللي احنا بالوقت بتاعنا بنقضيه في ايه. يعني فكرة الوقت الضايع ده احنا نشيله من الخطة، من البلان بتاعتنا خالص، ونحاول ان احنا نستغل الوقت صح. زي ما اتكلمت فيه قبل كده، فكرة الوقت دي مهمة جدا جدا، نقسمه ونشوف ان احنا هنقدر نستفيد بالوقت ازاي، وهنقدر نسعى ازاي في موضوع النجاح. ان احنا نقسم الوقت، ان يعني نشوف جزء للقراية وجزء مثلا المذاكرة، اذا كان حد بيدرس او حد بيذاكر في مجال معين، او سواء خلص او بيشتغل او كده، جزء للقراية، جزء لقراية الكتب. الكتب يا جماعة برضو بتتغير جدا جدا، يعني بتثقف الانسان جدا وبتغير كتير جدا من تفكير الانسان، وبتخلي الانسان عنده فكر كده يعني تفكير تاني، وتخلي الانسان يبقى عنده يعني ثقافة عامة، ويكون عنده تفكير مختلف عن اي شخص. حتى لما بيجي يتكلم مع اي حد او كده، بنلاقي في اختلاف كبير جدا في عقلية الانسان، وبنحس ان هو اكبر كمان من سنه، وهو نفسه بيحس ان هو مختلف يعني ما بين الناس اللي عايشة حواليه، لان هو بيبقى عنده يعني عقله مستنير، يعني عقله فاهم واعي، عارف الدنيا ماشية ازاي. كمان القراية نفسها، من كتر ما الانسان بيقرا بيكتسب خبرات، وبيكتسب حاجات كتير جميلة من ضمن يعني طبعا من الكتب والحاجات اللي احنا بنقراها، وده اكيد طبعا بيفيدنا في حياتنا. طبعا احنا قلنا نشيل اي حاجة هتعطلنا او هتضرنا، ان كانت عادات سيئة. ايه هي العادات السيئة مثلا احنا بنعملها؟ نحاول ان احنا نشيلها من طريقنا ونحطها كده على جنب، نحاول ان احنا نستبدلها بقى بعادات ايجابية علشان خاطر نبدأ بالتغيير. نشوف برضو الناس اللي حوالينا. احنا اتكلمنا في فكرة الناس المحبطين، ونحاول ان احنا نستغل وقتنا، نشوف ايه اللي احنا بنعمله مثلا ممكن يضرنا او يعقل طمع ان يعني احنا نحقق الاهداف بتاعتنا، او ان احنا نوصل للنجاح، او فكرة تحقيق الاهداف والكلام ده. طبعا قرار التغيير بقى وتحديد الهدف، دي تاني حاجة بقى ان احنا نتكلم فيها. احنا قلنا اول حاجة هنزيل اي حاجة بتعطلنا في طريقنا،
هنشوف ايه الحاجات اللي بتعطلنا كده، ونحاول نكتبها في ورقة ونحاول نفكر فيها، نحاول نزيلها خالص من حياتنا ونستبدلها بحاجات ايجابية، بحيث ان هي تشجعنا ان احنا نوصل لاهدافنا وان احنا نوصل لفكرة النجاح. تاني حاجة احنا قلنا ان هي قرار التغيير، يعني ان احنا نقرر من جوانا ان احنا نفسنا احنا عايزين نتغير، ويبقى فيه اصرار. يعني الفكرة كلها يبقى فيها اصرار، لان لازم الانسان هو من جواه اللي يبقى هو اللي يبقى عايز يتغير. طبعا تحديد الهدف، تحديد الهدف، نشوف بقى احنا عايزين نوصل ايه، نبقى عاملين مثلا بلان كده، خطة، احنا ايه الاهداف بتاعتنا اللي احنا عايزين نوصلها، نوصل لها، وهنسعى لها ازاي، وهنوصل لها ازاي. كل طبعا الحاجات دي طبعا كل شخص على حسب اولوياته، الشخص اللي بيدرس نفسه مثلا هيدخل كلية معينة، الشخص اللي عايز يشتغل في مكان مثلا معين، اللي مثلا عايزة تشتغل برضو في حاجة معينة، اللي نفسها تتعلم حاجة معينة، كل الأهداف دي بتتكتب وبنشوف احنا هنقدر نحققها ازاي او هنقدر نوصل لها ازاي. وفي حاجة برضو من ضمن الحاجات الجميلة اللي احنا لازم نعملها، ان احنا ندي ليفل اعلى من المستوى اللي احنا ممكن يعني نبقى شايفين. يعني مثلا احنا نفسنا مثلا نجيب مجموع كذا، او نفسنا نوصل لحاجه كده، ندي نفسنا ليفل اعلى من اللي احنا متوقع ان احنا نجيبه، بحيث ان احنا نحفز نفسنا. يعني مثلا لو قلنا نفسنا هنجيب مثلا كذا في المية، لا، نقول لنفسنا حاجه اعلى، بحيث ان احنا لو وصلنا يعني لأقل شوية ما يبقاش حاجة أقل من النسبة القليلة اللي احنا عطيناها لنفسنا. اتمنى تكون الفكرة واضحة وتكون وصلت. يعني ان هو بحيث ان احنا نوصل لأعلى، يعني أعلى نسبة من الهدف اللي احنا نفسنا نحققه، بمعنى أصح. طبعا الحاجات دي كلها هتساعد جدا 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 في ان احنا نحقق اهدافنا وان احنا نوصل لفكرة النجاح. واهم من كل ده فكرة الاصرار، ان الانسان يبقى مصر على التغيير، وان الانسان مصر ان هو يحدد اهدافه ويوصل ليها، سواء بقى في الصحة، سواء في العلاقات الاجتماعية، سواء اخلاقيا، سواء ماديا، سواء اي حاجة من الحاجات دي، طبعا هتساعده جدا في ان هو يغير من حياته تماما. أتمنى أكون قدرت أفيدكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان خاطر الكل يستفيد، وسبسكرايب للقناة. ميرسي جدا جدا ليكم، بحبكم جدا جدا، باي باي.